السلام عليكم، معكم سعيد مليكة. قبل ما تشوف هذا الفيديو ادخل تسجل وما تنساش تبارطاجيه مع اصحابك. على بركة الله في هذه الحلقة نديرو انبوكسين ديال واحد البرودوي اللي تنديفلوبي فيه الافلام ديالي. هذا البرودكت سميتو الفورد ستارت كيت، هو مزيان للناس اللي هلا باغيين يبداو والناس اللي محترفين يقدروا يخدموا به. هذا الكيت تيجي فيه اهم حاجة هي هاد التانك. هاد التانك هو اللي تنديفلوبي فيه الافلام ديالنا. تيكون فيه سبيرال ديالنا اللي تنديرو فيه الافلام، تيكونوا فيه جوج اللي بغيتي دير فيهم افلام صغار، ولا هذه تتكبرها وتترجع تتهز لينا ديال 120 كي بحال هكا. هنا تتكون هذه اللعيبه تدار هكا، تدي ليها هكا، تتسدو تتسمع التليك وتتسد. ثاني حاجه لي برودوي اللي انديفلوبيو بها الفيلم ديالنا، تيجينا هذا ستارز كيت تيجينا بهذا اربعه ديال لي برودوي اللي تنخدموا بهم. يعني ما تحتاجش تشري برودويات بزاف، تتخدم غير بهادو كبدايه. الاول هو الديفلوبر، هو اللي تنخدموا به الاول. ثاني حاجه هو هذا ستوب باد، وعاد عندنا الفيكسر، وعاد عندنا هذه اللعيبه اللي كبحال الصابون. الحاجه الثالثه اللي تجي هي هذه، هادو هما اللي تنعبروا بهم وتنديروا فيهم البرودوي ديالنا. تجينا هذه الحراره باش نعبروا بها الحراره اللي تتكون عندنا في الماء، تجينا هذه اللعيبه باش نخلطوا البرودوي ديالنا، تجينا كبحال هذه اللي تنحلوا بها الفيلم باش نخدموا، وتعطيونا اربعه ديال البانسات كيبحال هادو. هادو هما اللي تنعلقوا بهم الفيلم ديالنا باش يمشي. هاد الكيت اللي بغيتوه غنخليكم في الديسكريبشن منين تاخذوه. قبل ما نساليو هاد الحلقه ما تنساوش تسجلوا وتبارطاجيوها مع اصحابكم. السلام عليكم.